كلب الكوموندوا من أغرب أنواع الكلاب في العالم، حيث أن لديه شعر كثيف يشبه الكلاب التي تظهر في أفلام الرسوم المتحركة. وينتشر وجود هذا النوع في المجر، ولا يستطيع العيش في المناطق التي ترتفع بها درجات الحرارة نظرا إلى كثافة الشعر لديه. ولكن على عكس العديد من سلالات الكلاب البيضاء الرقيقة، فإن كلب كوموندور كبير للغاية وقوي. إنهم أقوياء ومخلصون ومستقلون، وتحتاج كلاب الكوموندور إلى قائد واثق من نفسه لتدريبهم والعناية بهم، وإلا قد يكون حيوان أليف عنيد ويصعب التعامل معه.